أحسن الله عليكم. محمد من بيشة، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، وشكر الله لك يا أخ عبد الكريم. تفضل. عندي سؤالين جزاك الله خير. السؤال الأول يا شيخ جزاك الله خير، إذا كان في اثنين شركاء في بيع وشراء عقار، وواحد منهم يبحث عن الأرض وإذا وجدها عن طريق مكتب، تقاسم هو الدلالة، هو صاحب المكتب، ويجيب خويه يشتري الأرض، هل يسوغ له يأخذ من الدلالة وهو بترجع الأرض بيبيعونها اثنين شركة ويأخذون مكسبها؟ يا أخي الدلالة هذا فيه ارتداد يا شيخ. طيب، لعلها تسمعنا من التليفون وتقصر التلفزيون. تفضل تفضل يا شيخ، نكتفي بالسؤال الأول بس. تفضل يا شيخ. لا، سؤال ثاني يا شيخ. لا، لعلك تتصل مرة ثانية، في ارتداد التليفون. شكرا. تفضل يا شيخ. الدلالة هذه حسب الاصطلاح وما جرى عليه العرف أنه يأخذها الساعي بين البائع والمشتري، يأخذها الساعي بين البائع والمشتري في مقابل تعبه، وتسمى بالسمسرة. فأما مسألة الحيل ومسألة هذا لا يجوز، وخديعة الناس ما يجوز هذا. نعم.